مشروعنا في التي تطرحه الشركة السعودية للأبحاث والنشر هو مشروع المول وموقع التجارة الإلكترونية. طبعا الفكرة أنه إحنا في مجلة سيدتي بدأنا سابقا في موقع اسمه سيدتي مول، كان يهدف إلى خدمة المرأة العربية بشكل عام في تقديم خدمات معلوماتية عن السوق وعن المنتجات وعن الأسعار. تطور المشروع هذا لتحقيق التجارة الإلكترونية من خلال موقع سيدتي. أولا هناك ثقة جيدة يعني اكتسبتها سيدتي على مدى التاريخ، وأيضا هناك علاقة قوية ما بين البراندز أو العلامات التجارية المشهورة وأيضا مطبوعات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق طبعا تتطور بشكل كبير جدا وفي كل المجالات، جزء من التطور هو في الديجيتال. أنت تعرف أنه الآن التجارة الإلكترونية هي أصبحت تقريبا رائجة ومنتشرة على مستوى العالم. في المنطقة العربية في نسب نمو غير مسبوقة، يمكن الأرقام لم نصل للأرقام العالمية حتى الآن، لكن نسب النمو عالية جدا. ومن هذا المنطلق أطلقنا هذا المشروع. أتوقع إن شاء الله أنه حيكون أول حاجة نحرص فيه على أن يكون متوائم مع البراند والكواليتي أو النوعية اللي تقدمها مطبوعات المجموعة، والشيء الأهم أيضا أنه يكون في فائدة للمستهلك النهائي، لأنه هذا هدفنا. أنا بشوف أن التسوق أونلاين بيسهل علي وقت، بيسهل علي بحث، لأني بدخل على طول، يعني لما بتروح أي مول بتلفلف، لكن هذا على طول بدخل على الكاتيجوري اللي أنا أحتاجها وعلى طول أتسوق فيها. والمول دوت كوم الاسم صاب الهدف بالضبط.